ميناء مدينة بوساسو الشريان الأهم لاقتصاد إقليم بوتلان، لأنه المورد الرئيسي للسلع إلى كثير من مناطق بالصومالي وإثيوبيا، كما أنه يوفر أكبر دخل في الميزانية العامة للحكومة الإقليمية. لكن استحواذ شركة إماراتية على تشغيل الميناء مدة 30 عاما تسبب في صعاب تجارية تتمثل في فرض ضرائب ورسوم خدمية مرتفعة، وهو ما انعكس سلبا على أسعار السلع وقلل من أرباح التجار مقارنة بالسنوات الماضية. في السابق كان كل شيء رخيصا في المدينة، لكن تغير الأمر بسبب الاستحواذ على الميناء من قبل هذه الشركة. نشعر بضغوط تجارية، السلع التي كنا نبيعها بعشرة دولارات اليوم نبيعها ب16 دولارا، والمشكلة جاءت من الميناء. تأثر الأوضاع الاقتصادية في المدينة أثار انتقادات وتساؤلات لدى الزعماء القبليين في الإقليم، فوصفوا الاتفاقية بأنها مجرد مشروع سياسي القصد منه التربح على حساب الإقليم وسكانه. الشعب في إقليم بونتلاند لم يقبل اتفاقية الاستحواذ على الميناء، ونحن كشيوخ عشائر أبدينا مخاوفنا من وضعه في أيد غير مناسبة ومن خلال اتفاقية لا نثق فيها. نعتقد أن الميناء تمت السيطرة عليه بشكل خاطئ لتحقيق أطماع دولة أخرى. ندعو الحاكم الجديد إلى إجراء مراجعة بشأنها. ويرجع المراقبون شكاوى السكان من استحواذ الميناء إلى زمن التعاقد المبرم بين الطرفين وتباطؤ الشركة في الشروع في توسعته، وهو ما بعث على الاعتقاد بأن وراء المشروع أهدافا غير استثمارية. القلق الأكبر لدى السكان يأتي من مدة الاتفاقية التي تصل إلى 30 عاما، وهي مدة طويلة يعتقد أن حاكم الإقليم السابق تسرع في توقيعها، بالإضافة إلى أن الشركة لم تبدأ حتى هذه اللحظة أي أعمال تطوير للميناء بعد مرور أشهر، خطوة أثارت شكا وريبة لدى المواطنين. تزايد شكاوى من تأثيرات الاستحواذ على الميناء أجبر الحاكم الجديد على التعهد بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات التي وقع عليها سلفه، بما فيها التعاقد مع موانئ دبي. أتعهد بتعزيز قدرة ولاية بونتلاند على إبرام اتفاقيات تنموية واستثمارات بشكل يتوافق مع قوانين البلد، وإجراء عملية مراجعة لجميع الاتفاقيات التنموية والاستثمارية التي وقعت سابقا، وفي مقدمتها اتفاقية ميناء بوساسو. وإلى أن تتحقق تلك المراجعة يبدو أن المخاوف والشكوك حول مساعي الشركة الإماراتية ستبقى قائمة. كثيرة هي المصاعب التي تواجه وجود الإمارات في الصومال، فبعد أن صوت البرلمان الصومالي بالإجماع على منع شركة مواني دبي من العمل في الصومال، تكثر الانتقادات الموجهة إلى الشركة من قبل سكان إقليم بوتلان الذين يرون أنها تهدف إلى فرض نفوذ سياسي دون استثمارات تجارية تعود بالنفع إلى البلاد. عمر محمود، الجزيرة، بوساسو.